بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن شروط الصلاة، وقفنا على قوله: وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أدرك مكلف، هو المسلم البالغ العاقل، من وقتها أي وقت الصلاة قدر التحريمة، يعني أدرك من وقت الصلاة، من آخر وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه، زال تكليفه يعني بزوال عقله، إما بإغماء أو إصابة أزالت إدراكه وشعوره، ثم عوفي بعد ذلك، فإنه يقضي هذه الصلاة التي أدرك من أول وقتها قدر تكبيرة الإحرام، لأنه لما دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة، ثم عرض له مانع من هذه الصلاة، فإذا زال هذا العارض فإنه يقضي هذه الصلاة. فلو فرضنا أنه دخل عليه وقت الظهر ثم زال عقله بنوم أو إغماء أو غير ذلك مما يزيل العقل، ثم بعد ذلك عوفي ولو بعد مدة، فإنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة لأنها وجبت عليه بدخول وقتها ولم يؤدها. وكذلك المرأة إذا أدركت من أول وقت الصلاة قدر التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، ثم أصابها الحيض أو أصابها النفاس فولدت، فإنه إذا زال المانع من حيض أو نفاس فإنها تقضي هذه الصلاة التي أدركت أول وقتها لأنها وجبت عليها بدخول الوقت ولم تتمكن من أدائها فيه، تقضيها بعد ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. هذه عكس الأولى. الأولى أدرك من أول وقتها قدر التحريمة، وقلنا يجب عليها أن يصلي هذه الصلاة فقط. وأما هذه المسألة فهي ما إذا أدرك من آخر وقتها قدر التحريمة فإنها تجب عليه الصلاة الحاضرة والصلاة التي قبلها. مثلا لو طهرت الحائض قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير،
لأنها لما أدركت من وقت الثانية قدر التحريمة وجبت عليها الصلاة التي في هذا الوقت، والوقت وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتا واحدا. وكذلك لو طهرت قبل الفجر فإنها يلزمها أن تصلي العشاء، أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. جمع تأخير؟ جمع تأخير. والسبب الشيخ لأن الوقت، السبب هو ما ذكر في الأول، أنها لما أدركت بعض الوقت ولو كان قليلا وجبت عليها الصلاة الحاضرة والصلاة التي تجمع إليها قبلها، لأن الحالة حالة عذر، فهي شبيهة بالجمع بين الصلاتين في السفر والمرض وغير ذلك. العذر يكون وقت الصلاتين وقتا واحدا، يحول وقت الصلاتين إلى وقت واحد. نعم. قال: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب على المسلم فورا، يعني في الحال إذا تمكن، قضاء الفوائت. إنسان عليه صلوات فاتت عليه في أوقاتها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو ما هو أكثر من ذلك، نعم، فإنه يجب عليه قضاؤها لأنها وجبت في ذمته، فيجب عليه قضاؤها على الفور، يعني متى ما زال عذره يقضيها على الفور ويرتبها حسب الترتيب الشرعي، بأن يبدأ بالصلاة الأولى من اليوم وهي الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وكذلك في اليوم الثاني يبدأ من الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن الله جل وعلا أوجبها مرتبة، فيجب التمشي مع الترتيب الشرعي ولا يقدم بعضها على بعض إلا في حالتين سيأتي ذكرهما إن شاء الله. نعم. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. الترتيب علمنا أنه واجب بين الصلوات، لكن يسقط في حالتين. الحالة الأولى إذا نسي أن عليه صلاة فائتة ولم يذكرها إلا بعد ما سلم من الحاضرة، فإنه يصلي صلاة الفائتة بعدها ويسقط عنه الترتيب، لأنه كان ناسياً أن عليه صلاة قبلها وصلى وانتهى، فلا يعيدها مرة ثانية لأن الصلاة لا تعاد مرتين، وهو معذور في نسيانه الفائتة. هذا معنى قوله يسقط الترتيب بنسيانه. المسألة الثانية: إذا خشي أن يخرج وقت اختيار الحاضرة، فإنه يقدم الحاضرة على الفائتة. مثلا لو خشي أن ينتصف الليل وعليه صلاة المغرب وصلاة العشاء فإنه يصلي الحاضرة التي هي العشاء ويصلي بعدها الفائتة. كذلك في العصر لو كان عليه صلاة الظهر أو أي صلاة فائتة، صلاة فجر أو صلاة مغرب، أي صلاة فائتة كانت عليه ولم يذكر إلا قبيل اصفرار الشمس، فإنه انتهى وقت اختيار الحاضرة أو كاد أن ينتهي، فيصلي الحاضرة تفاديا لخروج وقت الاختيار، ثم يصلي بعدها
الصلاة الفائتة. نعم أحسن الله إليكم. قال ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها. منها أي من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة ما يستحيى من ذكره، ما يستحيى من ذكره يقال له عورة، سواء كان من الكلام أو غير ذلك، كل ما يستحيى من ذكره فإنه يعتبر عورة في اللغة. أما العورة في الشرع وهي المقصودة هنا، فالمراد بها بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل يجب عليه سترها في الصلاة وفي غيرها، لكن سترها في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وإلا فالعورة يجب سترها دائما للبعد عن الوقوع في المحذور. الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون، ومن حفظ الفروج ستر العورات. ومن أسباب الوقوع في الفواحش التعري، كشف العورات، والشيطان حريص على أن يكشف عورات بني آدم لأجل الإفساد والفتنة، ويزيد على وجوب ستر العورة في الصلاة أنه شرط من شروط صحة الصلاة، فلو صلى ولم يستر عورته وهو قادر على سترها لم تصح صلاته لفوات شرط من شروط صحة الصلاة. هذا حكم ستر العورة، والمراد بسترها أن تغطى بما لا يصف بشرتها، أن تغطى بما لا يصف بشرتها من الثياب ونحوها من كل ما يواري العورة، وهذا من فضل الله جل وعلا. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يواري سوآتكم يعني يغطي عوراتكم، وريشا يعني زيادة على ذلك ثياب الزينة وثياب الجمال يقال لها الريش. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن أنزل إليهم، يعني خلق لهم وأوجد لهم ما يسترون به عوراتهم من الملابس التي تجملهم وتستر ما يقبح كشفه من عوراتهم. نعم. قال وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. عورة الرجل حدودها ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل التي يجب عليه سترها، وهي الفرجان القبل والدبر وما حولهما مما هو من محارمهم، فيجب على الرجل أن يستر هذه المنطقة ما بين السرة والركبة، هذا دائما، وفي الصلاة يكون ذلك شرطا من شروط صحتها. وكذلك مثل الرجل الأمة المملوكة، سواء كانت رقيقة خالصة الرق أو كانت مبعضة، بعضها حر وبعضها رقيق، وكذلك أم الولد وهي المملوكة التي حملت من سيدها وآتت منه بولد، فهذه أصلها أمة، فلما ولدت منه صارت أم ولد، يستمر ملكه عليها إلى أن يموت، فإذا مات فإنها تعتق
تعتق عليه، فببقائها في الرق فإنها تأخذ حكم الأرقة، فيكون حدود عورتها ما بين السرة إلى الركبة. هذا الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة لها. وهذا مما يدل على أن دين الإسلام حريص على ستر العورات في الصلاة وفي غيرها. ولكن إذا خشي من الأمة بأن كانت جميلة وفاتنة، فإن الأمر لا يقتصر على ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل تستر كل ما فيه فتنة. هذا هو الأحوط وهذا هو الأصح لحقها. نعم. وكل الحرة عورة إلا وجهها. أما المرأة الحرة التي ليس فيها شيء من الرق فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإنها تكشفه إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر وجهها في الصلاة وفي غيرها. فالمرأة لها عورة في الصلاة ولها عورة خارج الصلاة. ففي الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا كانت ليست بحضرة رجال أجانب. وفي خارج الصلاة أو إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. الوجه يغطى لتحريم النظر إليه، وبقية الجسم يغطى لأن ذلك من شروط الصلاة بالنسبة لها. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. والخمار هو ما يغطى به الرأس، والمراد بالحائض من بلغت سن المحيض. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي بالدرع الثوب الواحد، قال: إذا كان سابغا يعني وافيا يغطي ظهور قدميها. فدل على أن جميع بدنها عورة في الصلاة. وأما في خارج الصلاة فكل المرأة عورة عند الرجال الأجانب، هي مأمورة بالستر الكامل على جسمها مما يدفع الفتنة بها والإغراء بها. وقد أوجب الله الحجاب على نساء المسلمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني ساتر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا يدل على أن المرأة كلها عورة عند الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتستحب صلاته في ثوبين. عرفنا الستر الواجب الذي لا بد منه، وهو بالنسبة للرجل والأمة ما بين السرة إلى الركبة.
وبالنسبة للحرة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارم، إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها. وإن كان عندها رجال من غير محارمها فإنها يجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، والوجه هنا يجب ستره لأنه يحرم النظر إليه، وأما بقية بدنها فيجب ستره لأن ذلك من شروط صحة صلاتها. لما فرغ من ذلك وبين الستر الذي لا بد منه في حق الرجل وفي حق المرأة، انتقل إلى ما يستحب من اللباس في الصلاة وغيرها، فقال: تستحب صلاة الرجل في ثوبين، في ثوبين يعني في قطعتين من اللباس، إما قميص وسراويل، وإما إزار ورداء. هؤلاء يقال هذان يقال لهما ثوبان، سواء كان قميصا وسراويل أو كان إزارا ورداء، هذا مستحب، يعني لأن في ذلك ما يستر كتفيه وصدره وظهره، وهذا من باب التجمل. ليس المقصود أن يكون الثوبان أحدهما على الآخر؟ لا، ما هو بثوبين بعضهما فوق بعض. نعم، يعني قطعتين من اللباس، قطعة على أسفل البدن وقطعة على أعلاه، إما قميص وإزار من تحته أو سراويل، وإما إزار ورداء. هذا معنى صلاته في ثوبين. صلاته في ثوب واحد لا بد منه، وذلك بأن يستر ما بين السرة إلى الركبة، فالإزار على ما بين السرة إلى الركبة هذا شرط من شروط صحة الصلاة. وأما الثوب الثاني الذي على أعلى جسمه فهذا مستحب عند جمهور أهل العلم، والإمام أحمد يرى زيادة على ذلك أنه يغطي أحد عاتقيه، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض. نعم، يكفي ستر عورته وما بين السرة إلى الركبة في الصلاة النافلة، وكذلك في الفريضة يكفي، الحمد لله يحصل الشرط، ولكن إذا زاد على ذلك بأن لبس على أعلى جسمه ما يغطيه فهذا مستحب عند جمهور أهل العلم، لأن فيه جمالا وفيه سترا للبدن. وعند الإمام أحمد أن ستر أحد المنكبين واجب زيادة على ستر العورة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم. قال: وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها. وتستحب صلاة المرأة في ثلاثة أثواب: إزار وهو ما يكون على أسفل البدن، وخمار وهو ما يكون على الرأس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت سن المحيض بغير خمار، وملحفة وهي ما تلتحف بها على جميع جسمها من جلباب أو عباءة أو ثوب. فهذه ثلاثة ثياب: إزار على أسفل البدن، وخمار على الرأس والرقبة، وملحفة هو الجلال الضافي الذي تلتحف به المرأة في خروجها للشارع وفي صلاتها، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملاءة، وهو الجلال الكبير
الذي تلتحف به المرأة. نعم. ويكفي الله. ويكفي ستره، يقول ويكفي ويجزئ ستر عورتها، ويجزئ ستر عورتها كما سبق. قلنا إن فيما سبق إن المرأة كلها عورة إلا وجهها، فإذا سترت جسمها بأي شيء من الملابس النسائية ولو ثوبا واحدا يضفي عليها فإنه حصل المقصود، ولكن ثلاثة الأثواب هذا أفضل وأتم. نعم. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. نعم. لما فرغ من ذكر ستر العورة وتحديد العورة بالنسبة للرجل والمرأة والأمة، قال ومن انكشف بعض عورته. انكشف يعني بذاته، لم يكشفه هو وإنما انكشف من نفسه. وفحش يعني كثر وطال الزمن وهو مكشوف، بعد علمه بذلك بطلت صلاته لأنه صلى وهو مكشوف العورة وقد علم بذلك ولم يستر نفسه، وإن كان انكشافها في الأول بغير اختياره وبغير فعله، لكن لما علم وكان يستطيع الستر وجب عليه ذلك، فإن تركه بطلت صلاته لفقد شرط من شروط صحة الصلاة. أما إذا كان الانكشاف يسيرا جدا فإنه لا يضر، وكذلك لو كان الانكشاف بغير علمه ولا درى عنه حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة أيضا الحمد لله. أو صلى في ثوب النجس، تقدم أنه يشترط من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة في من الحدث والطهارة في البدن والطهارة في البقعة التي يصلي عليها. فمن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يقدر على إزالة النجاسة وغسلها، ليس عنده ما يغسل هذه، ودار الأمر بين كونه يصلي عريانا أو بهذا الثوب النجس، فإنه يصلي بالثوب النجس، يجب عليه ستر عورته بالثوب ولو كان نجسا ويصلي. لكن هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ على قولين. القول الأول الذي ذكره هنا أنه يعيد الصلاة إذا قدر على إزالة النجاسة أو وجد ثوبا طاهرا، يعيد هذه الصلاة. والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة لأنه صلى حسب استطاعته وحسب مقدرته، والصلاة لا تعاد مرتين. إذا صلى الإنسان حسب مقدرته وحسب استطاعته فإنه لا يعيدها مرة ثانية، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال أو حبس في موضع نجس، إنسان حبس في موضع في غرفة نجسة أو في مكان نجس لا يستطيع التحول عنه وحانت الصلاة عليه، ماذا يعمل؟ نحن علمنا أن طهارة البقعة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا البقعة التي هو فيها نجسة ولا يستطيع التحول عنها، كما قالوا في الثوب النجس، يصلي في البقعة النجسة وهل يعيد أو لا يعيد؟ على قولين، والصحيح أنه لا يعيد الحمد لله، لأنه صلى بحسب استطاعته ومقدرته، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل هذا على تأكد وجوب إقامة الصلاة على أي حال كان الإنسان، وأنه لا يتركها من أجل نجاسة الثوب أو يتركها من أجل نجاسة البقعة، بل يصلي الصلاة في وقتها ولو كان لم يتوفر له
شرط الصحة ويكون معفوا عنه في هذه الحالة. نعم. ذكر فيما مضى الشيخ قوله أو صلى في ثوب محرم عليه. نعم. كذلك إذا صلى في ثوب محرم عليه كالمغصوب، الثوب المغصوب، فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة إذا تمكن من ثوب ليس فيه غصب، هو يصلي في الوقت ولو في الثوب المغصوب، ثم إذا تمكن من وجود ثوب مباح فإنه يعيد الصلاة. والقول الثاني كما سبق أنه صلى على حسب استطاعته فلا تلزمه الإعادة، والمغصوب يرده إلى صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نأتي على نهاية وقت اللقاء. شكر الله لفضيلة الشيخ ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.